ينضم إلينا من إربيل المحلل السياسي وغانم العابد. سيد غانم، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. يعني كيف تقرأ توقيت زيارة السوداني لإربيل وما هي أولوياتها؟ نعم، تحية طيبة زينة ومساء الخير لكل جمهوركم الكريم. أنا أعتقد يعني أن زيارة السيد السوداني، يعني مع احترامي لكل البيانات التي صدرت والتي تناولت المواضيع ذات الاهتمام المشترك ما بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، لكن أنا أعتقد أن زيارة السوداني وفي هذا التوقيت تحديدا هو لمحاولة الحفاظ على حكومة السيد محمد الشياع السوداني واستمراريتها خشية من خطر الإقالة أو الاستقالة. اليوم هناك انقسام داخل الإطار التنسيقي، هناك تعارض بالرؤى ما بين الحكومة وما بين الإطار التنسيقي، حتى في موضوع انتخابات مجالس المحافظات الكثير من أطراف الإطار التنسيقي يرى أنه لابد أن يتم تأجيلها وأن يتم الاتفاق على ما وقعت عليه حكومة السيد السوداني بأن تكون هناك انتخابات نيابية بعد مرور عام واحد فقط على حكومة السيد السوداني وليس الذهاب إلى انتخابات مجالس المحافظات. لهذا أنا برأيك ما الذي أخل بموازين هذه الحكومة الآن كي يسعى للحفاظ عليها من وجهة نظرك سيد العابد؟ نعم، يعني اولا الخلافات ما بين الحكومه وما بين بعض اطراف الاطار التنسيقي، تحديدا السيد نوري المالكي الذي يمثل العمود الفقري للاطار التنسيقي. ثانيا المشاكل الاقتصاديه وعجز الحكومه العراقيه على المحافظه على سعر صرف الدولار، وبالتالي هذا اثر على معيشه المواطن العراقي. ثالثا الاتفاق بالاساس الذي شكلت بموجبه حكومه السيد السوداني والذي كل الاطراف وقعت على ان تكون هناك انتخابات نيابية مبكرة بعد مرور عام على حكومة السيد السوداني، لكن السيد السوداني فضل الذهاب باتجاه انتخابات مجالس محافظات على حساب الانتخابات البرلمانية، وهذا ما يبدو أنه بدأ يتعارض مع الأطراف في الإطار التنسيقي. أيضا استهداف القواعد الأمريكية أو قواعد التحالف الدولي في العراق ومحاولة باعتبار أن إقليم كردستان هو يعتبر الحليف الأقرب في العراق للولايات المتحدة، محاولة ترطيب الأجواء ما بين حكومة السيد السوداني والولايات المتحدة بعد فشل الحكومة في منع هذه الهجمات، وإحداها كانت بالتزامن مع زيارة السيد السوداني. أنا أعتقد أو أرى أن يعني أسباب زيارة السيد السوداني هي لهذه الأسباب وليس سيد غانم، ولكن هل تعتقد أن موقف الإقليم الآن هو موقف قوي باستطاعته أن يدعم حكومة السوداني في ظل الخلافات ما بين الأطراف الرئيسية الكردية طبعا؟ نعم، يعني هو يبحث عن أطراف سياسية تمتلك ثقل داخل مجلس النواب إذا ما يعني تم إقالة السيد السوداني أو طلب منه تقديم الاستقالة. لهذا هو الآن مثلا يسعى للحفاظ على تأييد البيت الكردي داخل مجلس النواب، وبالتأكيد سيسعى أيضا إلى تأييد البيت السني. لكن بالحالتين يعني السيد السوداني أعطى تعهدات سواء للبيت الكردي أو للبيت السني بأن هناك نقاط لابد من القيام بها، مثلا قانون العفو العام، إعادة النازحين، حل هيئة المساءلة والعدالة. هنا أنا أتحدث عن البيت السني، لم يتم تحقيقها جميعا. أيضا بالنسبة للبيت الكردي أيضا أعطى تعهدات، وهناك خشية أن حتى التعهدات التي توافق عليها الحكومة حكومة السيد السوداني قد يتم عرقلتها من قبل الإطار التنسيقي داخل مجلس النواب. الوضع السياسي بصورة عامة شائك ومعقد، وهناك للأسف فشل حكومي في كثير من المواضع خاصة التي تشمل حياة المواطن العراقي البسيط. ممتنة كثيرا لك على حضورك معنا من إربيل المحلل السياسي وغانم العابد، شكرا جزيلا لك.